بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ناخد موضوع بعنوان أعطيني لأشرب. المرة دي ربنا هو اللي بيقول، لأن دي اشتياقات إلهية. فربنا بيقول عاوز أشرب. وطبعا أنتوا بتوع تأمل يعني، وعارفين أنه ما كانش يقصد المية العادية، إنما هي السامرية في الأول تصورت أنه بيتكلم على المية العادية، ويبدو انها زي حالتنا ما عندهاش بال وطقطان تشرب حد، فتذمرت من اول لحظة: كيف تطلب مني لتشرب وانا امرأة سامرية وانت راجل يهودي؟ فربنا ساعات يطلب وتلاقونا ملناش نفس حتى نتجاوب. وبعدين يطلع ان ربنا لما بيطلب حاجة هو مش بيطلب لنفسه، هو في الآخر لما مشينا مع الحوار طلع إن هو مش هو اللي عاوز يشرب، هو عاوز يشربها، بدليل إن الآخر القصة ما شربش ولا كل، إنما هي اللي ارتوت، هي اللي في الآخر قالت له: طب ما تديني أشرب من المية بتاعتك، وابتدى الحوار يتعكس. فربنا بيبقى مشتاق يدي مش مشتاق ياخد. أول قاعدة يا ريت الواحد يفهمها كويس، ربنا مش مستني مننا ولا حاجة خالص. اوعى تفتكر ان الصلاة تفرق عند ربنا، تفرق بمعنى هتزوده يعني، او صومك هيزوده، او خدمتك هتزوده. الحقيقة ممكن ربنا يعمل خدمة لو كل الخدام بطلوا خدمة، غالبا الخدمة ممكن تتصلح وتبقى احسن كتير قوي. انما هو ربنا طبعا عاوز عياله حواليه، ماشي استحملهم، لكن ربنا مش محتاج حد خالص، لا محتاج حد يصلي ولا محتاج حد يخدم ولا مش محتاج. بس هو اللي محتاجه او اللي بيشتاق له هو عاوز يدي كأب سخي، عاوز يدي، فمش بيعرف يدينا غير لما نديله حاجة. فاهمين ازاي؟ المبادرة دي البسيطة دي اللي هي الاستعداد انك تدي ربنا حاجة سوري تافهة يعني، هي اللي هتفتح لك بقى العطايا الإلهية كلها. لكن ربنا عاوز يدي مش عاوز ياخد. ففي واحد يحس بذنب فظيع انه ما صلاش، هو ربنا ما نقصش حبيبي لما انت ما صليتش، هو انت ما شربتش النهارده، هي المشكله في كده، انت ما كلتش النهارده، فانت هفتان تاني يوم هتصحى عصبي ومتضايق ومتنكد لانك ما صليتش. انما من ناحيه ربنا الملائكه مش ساكتين اجيوس طول الوقت، فالموضوع مش نقص صلاه عنده يعني. وهكذا في كل حاجه، لما في المزمور يقول: هل آخذ من حظائرك ثيرانا؟ وانت فاكر انا عيني في التيران اللي عندك في الحظيرة؟ يا اخي اذبح لله حمدا، انت قول لي اشكرك يا رب، انا بالنسبة لي دي ذبيحة. يعني انت فاكر ان انت يعني انا مستني الطور اللي هتجيبه لي؟ لا مش فارق معايا الكلام ده. فبداية اعطيني لاشرب، لما ربنا بيطلب اي وصية في الكتاب، اي وصية في الكتاب هي الحياة مش ليه، لأن ربنا ما عندوش أي درجة من الأنانية، مفكرش في نفسه خالص. أي وصية في الكتاب لينا مش ليه. لما بيقول لك اشكر دي ليك، لما يقول لك صلي دي ليك، لما يقول لك صوم دي ليك، لما يقول لك سامح دي، ده عشانك عشان تعرف تعيش عشان توصل السما. إنما من ناحية ربنا هو مش عاوز حاجة خالص. هو ربنا قال: إذا كنتم وأنتم آباء تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا صالحة، كم بالحري أبوكم الذي في السماوات. يعني أنت كأب لما أولادك يعملوا حاجة تقول لهم: أنتوا فاكريني عاوز منكم حاجة؟ أنا عاوز أديكم، عاوز أطمن عليكم، أنا مش عاوز حاجة. برضو بولس الرسول يقول: ينبغي أن الآباء يدخرون أو يدخرون للأولاد وليس الأولاد للآباء. عمره مع الصغير هو اللي هيدي الكبير، ما بتنفعش، ما تجيش كده. فأي طلب تطلبه اعرف انه ده جايد لحياتك، مش لان ربنا محتاجه. لان الفكرة دي بتلخبط دماغنا ساعات، نفتكر ان احنا هنعمل حاجة لربنا، ربنا مش محتاج حاجة خالص. وده يخلينا نفهم ده ربنا بيجر كلام، بس بيجر خط معانا بيشدنا عشان نبتدي احنا اللي نشرب، انما هو مش عاوز يشرب حاجة زيادة يعني. يقول: جاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء، فقال لها يسوع: أعطيني لأشرب، لأن تلاميذه كانوا قد مضوا للمدينة ليبتاعوا طعاما. فقالت له المرأة السامرية: كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ لأن اليهود لا يعاملون السامريين.
فايه يعني تهربت من الطلب، وقعد بحجة زي ما بنتهرب من طلبات كثيرة بحجج. أجاب يسوع: لو كنت تعلمين عطية الله، فين يا رب العطية؟ من هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب؟ أتاري عطية من عطايا الله إنه يطلب مننا حاجة. لما بيطلب مننا حاجة بتتفتح لنا نعم وبركات لا حدود لها، فأنت مش واخد بالك إن الوصية اللي ربنا بيطلبها دي هتكسبك يعني حاجات كتير جدا، فأنت مش واخد بالك إن ده مش طلب، ده عطية. خلي بالكم ما قالهاش لو كنت تعلمين ماذا أطلب، لا لا، لو كنت تعلمين عطية الله. ده أنا لما بطلب منك دي عطية، أنا ما طلبتش من غيرك. لأنه مين اللي بيقول لك أعطيني لأشرب؟ كنت تطلب أنت منه ليعطيك ماء حيا. طبعا ربنا يسوع على الصليب قال نفس التعبير مرة تاني، بس مش للسامرية بس، بقى قال لكل البشرية، قال إيه؟ أنا عطشان، كل شيء قد كمل. يقول لما رأى يسوع أن كل شيء قد كمل، يعني خلاص الصليب بيجيب آخره كده لكي يتم الكتاب، قال أنا عطشان. فكان إناء موضوع مملوء خل، فملأوا إسفنجة من الخل وضعوها على زوفة وقدموه إلى فمه، بس مش عاوز يشرب، مش ده اللي عاوزه. ربنا مش عاوز مخدر يخدر آلامه، لا، بس أنا عطشان. دي بقى بعد ما اتقالت مرة للسامرية بقت تتقال لنا كلنا، أنا عطشان، شوف بقى إيه، مين يجي يشربني؟ طبعا اللي هيشربه هو اللي هيشرب، ادي الفكرة، اللي هيشرب المسيح هو اللي هيشرب، اللي هيسمع كلامه في نقطة هو اللي هيرتوي، هو اللي هيشبع. تعالوا نمشي بقى على كلمة أنا عطشان أو أعطيني لأشرب، دي اشتياقات إلهية. ربنا بيقول أنا عطشان، مشتاق لبق مية. إيه البق المية اللي ممكن نديه لربنا؟ أول بق مية يفرق مع ربنا قوي كأس ماء بارد. يعني إيه؟ يقول: من سقاكم كأس ماء باسمي لأنكم للمسيح الحق أقول لكم لا يضيع عكر. بمعنى ربنا حط نفسه مكان كل المذلولين اللي في الدنيا، إن كانوا فقراء ولا مرضى ولا أطفال ما لهمش حد، ولا الأصاغر دول اللي هم التعبانين اللي في الدنيا، ودول أكتر من 80% من البشر على فكرة. الفقر في العالم معدي 80% دلوقتي، فكتير قوي يعني. بيقول: من سقاكم كأس ماء بارد، كأس ماء باسمي لأنكم للمسيح الحق أقول لكم لا يضيع عكر. يبقى لما بيقول لك أنا عطشان، افهم إن ربنا يقصد أخوك عطشان. أنا اللي حاسس بقلب أخوك بقول لك أنا عطشان. فهنا ده اشتياقات، يعني أنا عاوز أوضح، يعني أحاول أوصل الفكرة. ربنا مشتاق لليوم اللي بتنزل فيه خدمة عشان تطبطب على راجل عجوز، عشان تقول كلمة طيبة لست غلبانة، عشان تدي بق مية لواحد مريض. ربنا مشتاق لدي كالعطشان، هو نفسه عطشان. هو بيعبر على اللي ملايين من البشر مش عارفين يقولوا، بيقولها بلسانهم لأن أبوهم، لأن هو اللي خلقهم، لأن قال اللي انتوا هتعملوه بأحد إخواتي هؤلاء الأصاغر بي قد فعلته. فيبقى هنا اشتياقات الله إنك تسقي الغلابة، إنك أنت تحن عليهم، إنك تنتبه لقيمة كوباية المية اللي بتعمل. طبعا كوباية المية دي يعني تعبير عميق قوي من ربنا لأبسط أنواع الخدمات. طب كوباية المية ولا الكلمة الحلوة؟ صدقني كوباية المية أسهل. طب ما يبقى الكلمة الحلوة غالية برضو. طب الطبطبة دي حاجة كبيرة. طب السؤال ده حاجة كبيرة قوي. طب المشوار، طب الخدمة، طب الفلوس، طب كل ده بقى اطلع من فوق كوباية المية كمان. فلا يضيع أجر، يعني أنا اللي هكافئك حبيبي، أنت وزع مية على الناس وأنا اللي هكافئك. فاكرين الحكاية اللي حكوها لنا بتاعت الراهب الطيب ده اللي كان بسيط قوي في إيمانه، وكان راجل عجوز في دير، فإيه هما شايفينه عجوز، فكل ما يلاقي راهب معدي يقول له: يا بونا ممكن كوباية مية؟ حاضر يا بونا. يروح يجيب له كوباية مية يشرب بقه ويركنها. بعد شوية: يا بونا ممكن كوباية مية؟ أي واحد معدي. فهم قالوا ده راجل يعني كبر ولخبط وخلاص، ياخدوه على عقله. وهو بيموت بقى قالوا له: إيه حكاية كوباية المية؟ قال لهم: أنا بحبكم كلكم زي ولادي، وفي وعد إن كل كوباية مية ليها أجر، فأنا عمال أوزع عليكم أجر، أنا قلت أزود رصيدكم.
فكل اللي معدي اطلب ميه، وهو طبعا بادب هيجيب لي كوبايه الميه، عمال اجره يزيد. معناها حلو، لكن هو ربنا طبعا قد كلامه، فعلا لا يضيع اجره، يبقى لا يضيع اجره. فكل خطوه بتخطوها في الخدمه، كل تعب بتقدمه بيفرح ربنا. ربنا مشتاق لتعبك، مشتاق لابتسامتك للغلبان، مشتاق لكرمك، مشتاق لذوقك لما تتعامل مع اخواته الاصاغر، دي حاجه كبيره عنده قوي. يقول بما انكم فعلتموا باحد اخواتي هؤلاء الاصاغر فبي فعلتم. طبعا احلى خادم اللي يوصل للمستوى ده في التعامل انه يبقى بيتعامل مع المسيح فقط. يعني ايه؟ ملوش دعوه بقى اللي قدامه ده ايه، هو خلاص اكوردنج للكلمه دي واخدها بإيمان. ربنا يسوع قال اللي هتعمله معاه تعمله معايا، خلاص يبقى الطفل ده الحافي ده هو المسيح، هو قال كده. اللي هعمله معاه يبقى بعمله مع ربنا. الراجل العجوز المتعب ده هو ده المسيح. اللي هعمله معاه يبقى اتعامل مع ربنا نفسه. كأس الماء البارد ده ياخد أشكال كتير. لما كان بولس حيران في أوروبا مش عارف يخدم في آسيا لسه كان، وربنا عمال يقفلها في وشه في الخدمة، جاله رؤية غريبة كده، راجل مجدوني بيقول له ايه، اعبر الينا واعنا زي اعطيني لاشرب. ربنا يسوع ممكن يكون بيصرخ في ملايين من البشر في بلاد ما يعرفوش المسيح، بيقول اعطيني لاشرب. بيترجونا ان احنا نبعت لهم شوية مية من اللي احنا عندنا دي، المية بتاعتنا اللي هي الروح القدس اللي في الكنيسة، ده انهار ماء حي. عندنا أسرار وعندنا غنى وعندنا قديسين وعندنا سكة السماء عندنا، وإحنا قافلين عليها خايفينها تتسرق ولا إيه، والناس بتصرخ أعطيني لأشرب، أنا عطشان. العالم كله بيقول أنا عطشان بلسان المسيح، العالم كله بيحتضر عطشا عشان يشرب نقطة من الماء الحي اللي بيتكلم عنه ربنا، وإحنا حابسينه عندنا. تاني معنى لما ربنا يسوع يقول أنا عطشان، ربنا بيشتاق لمشاعر حب، لأن ربنا كله محبة. يفرح قوي ربنا بمشاعر الحب. أديكم مثل، أنتوا كلكم بشر قلبكم حلو وبتحسوا ببعض، ممكن تحس في مرة إن شخص كان قلقان عليك قوي في مرضك، قلقان بجد ومشغول عليك وبيصلي لك ومهتم وبيسأل عليك كتير، الشعور ده فرق معاك قوي مش كده؟ بيفرق، لأنك حسيت إنه حاجة غالية، مع إن أنت حواليك حبايب كتير بس ده حاجة غالية. إذا كنت أنت كإنسان تحس بشعور الحب، ربنا كإله كله حب، يمكن أغلى حاجة عنده مشاعر الحب. مشاعر الحب عند ربنا دي حاجة كبيرة قوي. الست الخاطية، المرأة الخاطية لما دخلت ما بتعرفش تتكلم، ما بتعرفش تتكلم الظاهر، إنما عندها كمية حب جواها كبيرة قوي. ربنا يسوع قال كده، قال لأنها أحبت كثيرا. طلعت منها المشاعر اكسبرست بقى، شوية دموع على شعر راسها، على زيت على رجليه، حاجات كده يعني، تصرفات استفزت كل الموجودين، انما بالنسبه لربنا فرقت معاه جدا. ليه؟ لان دي مشاعر حب. واحده تاني دخلت دلقت الطيب على دماغه، استفزت الموجودين، بس بالنسبه لربنا فرقت معاه جدا. ليه؟ الله يشتاق الى مشاعر حب. ممكن الواحد يبقى في وقفه صلاه مش عارف يقول حاجه، بس وحشه ربنا، الشعور ده عند ربنا غالي قوي. فرحان بربنا شعور غالي، مكسوف من ربنا شعور غالي. مشاعر الحب تفرق مع ربنا جدا. نفس الكلام اللي خدناه من الصبح، ذكرت لك غيرة صباك، يعني لما كانت بتغير عليه، بتغير سخنة في علاقتها بيه، كان فرحان بيها. الغيرة نفسها دي حاجة جوه القلب، هي بردت بقى اورشليم دي خلاص ما بقتش بتحبه. زي في رؤيا 2 لما يقول له عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. الحقيقة لما تقروا اللي قبلها، أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك زي الفل، كل حاجة ماشية كويس، بس في حاجة جوه طفت، المشاعر القديمة مش زي الأول.
فقال له انا زعلان من دي، لانها كانت فارقه معايا قوي، الحماسه اللي جواك والغيره مشاعر، موضوع مشاعر. يبقى واحنا بنتكلم عن اشتياقات الله، ربنا بيشتاق لمشاعر، ولغه المشاعر دي حاجه فيري بيرسونال، يعني ما نقدرش نتكلم فيها، كل واحد بيعبر عنها بطريقته، ممكن تطلع في كلمه، ممكن تطلع في دموع، ممكن تطلع في تصرف، انما هي حاجه جوه الواحد بيشتاق لها، ربنا بيستناها. شوفوا مثلا شعور زي بتاع بولس الرسول، عشان تشوفوا قد ايه الراجل ده كان محبوب. مثلا بيقول انا مشتاق، لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا. شوفوا بقى لما المسيح يبقى قاعد في السماء وسامع بولس على الارض بيقول ايه، اه لو بس يسيبوني اروح السماء، ده احلى حاجة. طبعا ربنا يفرح بيه، يعني انت مشتاق تيجي يا حبيبي. وبعدين الشعور اللي بعده احلى، يقول ان ابقى في الجسد الزم، ليه؟ بس انا لسه عاوز افرحه، فلما اقعد يومين تاني في الدنيا اعمل شغل، فانا ملتزم بالشغل بتاعه، فانا عاوز افرحه، عاوز اجيب له ناس تاني. الشعورين اجمل من بعض بالنسبة لربنا، واحد بيقول له نفسي اقعد معاك الى الابد يا رب، يقول له اهلا وسهلا، يفرح ربنا. واحد وواحد تاني يقول له بس انا نفسي اجيب لك ناس يا رب، افضل في الدنيا اكسب نفوس ليك. شعور حلو قوي، كله رايح حب ربنا، الاتنين احلى من بعض. عشان كده بيقول انا محصور من الاتنين، تقول بقى يحب فلوس يحب دنيا، مفيش حاجات من دي، خلاص هي كل المشاعر بقت مقدسة في ربنا، تحب الرب من كل قلبك. شعورين احلى من بعض، في مشاعر بتبقى جميلة ربنا ممكن يحطها في قلوب ناس تستغربها احيانا، بس ربنا بيعمل كده. اشتياقات الله الى مشاعر حب، لما يقول عطشت اليك نفسي، يشتاق اليك جسدي في ارض ناشفة ويابسة بلا ماء. صدقني لما واحد يصحى الصبح بدري مشتاق يصلي، الشعور ده لوحده عند ربنا يفرق كتير. لما واحد يغالب النوم عشان يقعد مع ربنا، الشعور ده يفرق مع ربنا كتير. لما واحد بيبقى بيزوغ من الناس عشان يقعد مع ربنا، الشعور ده يفرق مع ربنا كتير. في حاجات ما تتكتبش في كتب وما تتقالش في وعظات، بس دي مشاعر ربنا بيشتاق لها، لأن الله حب، كله حب، فمش حدش هيقدر يوصل له ويقرب منه إلا اللي عنده مشاعر حب، زي الترتيلة بتاعت خبرني يا يوحنا، لأنه كله مشاعر يوحنا ده. فكنت بتحس بإيه بقى وانت قاعد لازق لربنا يسوع كده؟ اشتياقات الله الى كلام حب. ربنا احنا موضوعنا اعطيني لاشرب، تشرب ايه يا رب؟ تحب تشرب ايه النهارده؟ يقول لك انا بشرب حب، انا مشروبي الوحيد حب. الحب طالع مره توبه حلو، طالع تسبيح حلو، طالع شكر حلو، طالع خجل حلو، طالع خدمه حلو، كله حلو، بس انا مشروبي الوحيد حب، بشربه بكل الأنواع، بس هو لازم يبقى حب. فزي مشاعر الحب في كلام حلو حب. آية جميلة قوي لما اللص اليمين في موقف صعب جدا وهو بيتعذب على الصليب زي المسيح، قال كلمة في حق المسيح، قال كلمة محدش، مفيش راجل قالها، لا من تلاميذه ولا من اللي عمل معاهم معجزات في اللحظة دي. لما قال ايه؟ لما قال له اما هذا فلم يفعل شيئا. المحامي الوحيد اللي اكتشفته يعني في محاكمات السيد المسيح الخمسة حتى لحظة صليبه كان اللص اليمين الوحيد اللي وقف يدافع، وبمنتهى الجرأة قال ده ما عملش حاجة غلط، ايه خسرانة خسارة هيموت. انما شوفوا بقى لما المسيح، لا الاقي بطرس بيتكلم ولا يوحنا بيتكلم ولا حد قادر يتكلم، ولا المخلع اللي ماشي بيتكلم، ولا المولود اعمى قادر يتكلم، محدش قادر يتكلم، ويطلع الحرامي ده يقول فيه كلمة حلوة، يقول قدام الناس وبأعلى حس هذا لم يفعل شيئا، كلمة حق، كلام حب. تفرق مع ربنا قد ايه؟ تفرق طبعا، تفرق جدا. ده الوحيد اللي شاهد للمسيح في لحظة صعبة قوي وقال له اذكرني يا رب، قال له طبعا انت المحامي بتاعي دلوقتي، مع انك حرامي يعني، بس انت المحامي بتاعي.
لما داود يقول له أحبك يا ربي يا قوتي، ربنا لازم يستنى الكلمتين دول، استناهم. انت يعني مهما ولادك كبروا ما يفرقش معاك يجي لا يبعتوا لك كارت يقول لك بحبك يا بابا او مشتاق لك؟ مهما كبرت ومهما عجزت هيفرق معاك الكلام. كم وكم مصدر كل حب، حب كلام، كلام حب. احنا بنستخسر في ربنا كلام الحب، ما بنقولش كلام حب، ساعات كده بنتعامل تعامل جاف. يا صخرتي يا قوتي يا حصني يا منقذي، ده دلع بقى، ده غرام. ربنا بيشتاق للكلام، بيحب الحاجات دي، بيفرح بيها طبعا. لما يقول عيناي دائما إلى الرب لأنه يخرج رجلي من الشبك، مش بس كلام ومشاعر، نظرة العين تفرق مع ربنا. سواء نظرة العين ممكن يشتاق لها ربنا، يعني في نظرة معينة كده يبصها يعني تخلي ربنا يفرح ويشتاق. النظرة دي بقى فيها خجل، فيها حب، فيها اشتياق، فيها تضرع، نظرات جميلة، لأن ربنا كله حب، فبيشتاق لأي حاجة طالع منها حب. اشتياقات الله إلى وقت حب، أنا خدتها من الـ Five Languages of Love، عارفين الكتاب المشهور بتاع لغات الحب الخمسة، موضة كده يعني طلع من كام سنة، إن الحب بيعبر عنه بكلام، وبيعبر عنه بمشاعر، وبيعبر عنه بوقت. بوقت الحياة فعلا دي لغة بشرية أصيلة. مثلا لقوا إن الأطفال أكتر لغتهم في الحب الوقت. يعني إيه؟ يعني ممكن تعمل حاجات كتير، تجيب هدايا كتير للطفل، إنما لما واحد يقضي معاه وقت أطول، يلعب معاه، يحس إن ده بيحبه أكتر من اللي جاب له هدايا. فالوقت عند الطفل أغلى من الهدية، يعني إحنا عارفين الهدية حاجة غالية عنده، لكن الوقت يفرق أوي. كلنا بيفرق معانا لما تحس اللي قصادك فضى نفسه عشانك، مديك من الكواليتي تايم بتاعته. أنت بتقدم شعور حب بالوقت، ربنا بيشتاق لوقت حب. عمرك لغيت ميعاد عشان تقعد مع ربنا؟ عمرك لغيت مصلحة عشان تقعد مع ربنا؟ تفرق مع ربنا مش كده؟ تفرق قوي. انما حياتك ماشية ماشية ماشية، ما انت عايش لنفسك، لكن ربنا مشتاق لوقت حب. في القصة بتاعت مريم ومرثا، ما هي مرثا بتخدم وزي الفل، انما مريم مركزة قاعدة تحت رجليه. دي مسألة وقت، الوقت ده بتاعه مش وقت شغل. فرق مع ربنا، فرق معاه ان هي مركزة وقاعدة، الوقت ده بتاعك، ما ينفعش نشغل بحد غيرك. فأول إنجيل يوحنا لما لقى يوحنا وندراوس ماشيين وراء ربنا يسوع، قال لهم انتوا عاوزين ايه؟ فقالوا له بقى كلمة جميلة، قالوا له يا سيد أين تمكث؟ يا معلم أين تمكث؟ طلبوا طلب جميل، هو أنت بتقعد فين؟ عجبوا قوي الطلب. ليه عجبوا الطلب؟ يعني احنا عايزين نقعد معاك، مش عاوزين حاجة، لا عاوزين معجزات ولا لينا طلبات، مش عملناش حاجة، احنا عاوزين نقعد معاك بس. ويمكن ما عادوش يسألوا ولا يتكلموا ولا حاجة، بس قاعدين معاه بس. اذا ربنا بيشتاق للوقت، ممكن يتحس بالحب بالوقت، ممكن للأسف طبعا هتبقى فضيحة لما يتحس بالوقت بالحب. الوقت رايح فين؟ اهو، حيث يكون كنزك يكون قلبك. كنزك في التلفزيون ولا كنزك في البورصة ولا كنزك؟ ربنا يسوع ليلة صليبه توسل إلى تلاميذه إنه يقعدوا معاه، إنه يدوله وقت. تصوروا بقى لما المسيح له المجد يطلب أكتر من مرة اقعدوا معايا. ياه، ده احنا بشر بيصعب علينا كرامتنا لما نطلب الطلب مرة ومرتين، وبعدين مش بنطلب فلوس، ده احنا بنطلب اقعد معايا، ده انا بطلب تعبير حب بسيط، انا عاوز وقت. ربنا طلب الطلب ده كذا مرة، 3 مرات، وفي ليلة صعبة قوي، وقال لهم انا النهاردة غير كل يوم، نفسي حزينة جدا حتى الموت، ومعناها انا هموت بعد شوية، يعني انتوا بتودعوني، المفروض ما تسيبونيش في الليلة دي، خلوني اشبع بيكم وتحسوا بيا في اخر ساعات من عمري. وناموا
وطبعا عذرهم ربنا له المجد، لكن شوفوا اشتياقات الله لما يجي واحد بقى يسهر مع ربنا، يقعد له مخصوص، يقعد معاه، يتحدى طبيعته عشان يقعد معاه، تفرق مع ربنا. طبعا طبعا، لما كانوا يسهروا القديسين دول فقلليهم وقام بشوي يقعد يفقر يا عيني وشعره يتشد كده لانه رابط شعره، الحاجات دي تفرق مع ربنا جدا. احنا مش بنقول هنعمل احنا كده، بس في حاجات تفرق معاه. ليه؟ ده واحد مستخسر ينام، محدش قال له لازم تعمل كده، الموضوع مش قانون، بس هو بالنسبة له ده تعبير حر. ربنا بيشتاق إلى هدايا حب، زي ما كان سيدنا بيحكي لو أنت هتهادي ربنا، طبعا أتكلم عن هدايا ربنا لينا، لكن لو أنت هتهادي ربنا إيه اللي ممكن تهادي بيه ربنا؟ عنده كل حاجة. ساعات كده تيجي تفكر في واحد تجيب له هدية تحتار، عنده كل حاجة فمش عارف تجيب له ايه. ربنا من النوع ده، عنده كل حاجة، ايه الهدية اللي ممكن تجيبها له؟ الحقيقة أول هدية وأغلى هدية، أغلى هدية هو أنت. لما يقول قدموا أجسادكم ذبيحة، هو اللي عاوز حيوانات ولا ثيران ولا تيوس ولا فلوس. فاكرين ربنا مستني فلوس؟ أرخص حاجة في الدنيا ممكن ينطر فلوس، مش شغلانة عند ربنا الحاجات دي. إنما ربنا مستني قدموا حياتكم ذبيحة، أنا رب ملكك، كل عمري ليك، اعمل فيا اللي أنت عاوزه، أفكاري ملكك، مش هسيب مخي يطلع وينزل كده، مشاعري ليك، مش هسيب مشاعري تطلع بره وصيتك، لا، حقك عليا، أنا بديك جسدي ذبيحة، قدموا أجسادكم ذبيحة. الله يشتاق. شوف أبونا إبراهيم لما راح قدم إسحاق، أنا ساعات أبقى عاوز أشوف ربنا كان باصص له إزاي وهو واخد ابنه حبيبه وحيده عشان يذبحه. نظرات ربنا ليه إيه في الوقت ده؟ تلاقيه هياكله أكل، لأنه مفيش حد عمل كده في الدنيا. خد ابنك وحيدك اللي بتحبه، هتقولي قدمه محرق. ابراهيم بالنية خلاص هقدمه لك، ما يغلاش يا رب ما يغلاش، حاضر. وبعدين اول ما رفع السكينة قال له خلاص خلاص، دي اغلى هدية جات لي من انسان، اغلى هدية جات لي من بشر، ان واحد مستعد يقدم ابنه ليا، دي وفي اغلى من كده؟ لأباركنك وبرك وأكسرنك تكسيرا وتكون مباركا، وانهال عليه بالوعود. طيب إذا كنت ما تملكش حتى تقدم ابنك، طب قدم نفسك، قدم نفسك ذبيحة. إذا كان صعب عليك تقدم ولادك، طب قدم نفسك ذبيحة. وبعدين وهو بيقدم إسحاق، أبونا إبراهيم رايح بمنتهى الحماس، بيلف الهدية يعني، بيلفها بمزاج، واخد بقى الصبيان، واخد الحطب، واخد، يعمل شغل مظبوط يعني، مش رايح مكتئب بقى مثلا وعاوز ينسى حاجة عشان تبوظ الحكاية يعني، لا، يراجع السكينة، خدتوا السكينة يا ولاد؟ خدتوا الحطب عشان نولع في الولد؟ ايه هو ده؟ ايه اللي انت بتفكر فيه ده؟ قال الهدية تبقى ملفوفة. هو في اغلى من ربنا؟ قدم له اغلى حاجه طبعا، كبيره قوي طبعا. شوفوا بقى اشتياقات الله للقلب ده، ربنا مستني حب زي كده. طب قدم عمرك، بلاش تقدم ولادك اذا كنتش قادر على دي، تقدر تقدم نفسك، تقدم هداياك مغلفه كده، صلاتك تبقى فيها تركيز، فيها جهاد، فيها صبر، صومك فيه تعب، عطاياك فيها حب، فتبقى كل هدية ملفوفة كده لفة حلوة ولا كروتة وخلاص. ربنا بيشتاق للهدايا. كان في واحد كده طلعت في قلبه فكر، الظاهر في قلبه، خجول كان، أو معلمنا مرقص ده كان خجول، أو شاب صغير وخجول، طقت في دماغه إنه نفسي المسيح يعيد ليلة العيد معانا، وبعدين مش قادر يقوله، مكسوف، مش من التلاميذ ال 12 وشاب صغير وبتاع. لكن ربنا يسوع يلقط اللي في القلب على طول، فيبدو انه كان مكسوف ومش قادر يتكلم،
بس عشمان عارف ان المسيح والتلاميذ كلهم من الجليل وما لهمش حته في اورشليم يتاووا فيها، فايه شغلته الفكره، اه لو يرضى يجي بس ياكل ليله العيد عندنا، ليله الفصح يعني قبل الفصح. فهو ربنا على طول قال للتلاميذ ايه، روحوا هتلاقوا واحد شايل جره، قولوا له هو المعلم يتعشى فين في ليله الفصح. فاهمين الفكره؟ هو لقط على طول المسيح لانه قلبه على الحاجات دي، بيشتاق للحاجات دي، بيفرح بيها. المشغوليه دي اللي شاغله معلمنا مرقص وهو شاب صغير، نفسي ربنا يدخل بيتي وياكل الليله دي عندي. قال له خلاص، وماله من غير ما تقول لي ولا نقول لحد، انا هستجيب لرغبتك، انا ما برفضش الهدايا الحلوه دي. ودخل بيته، كانت احلى ليله طبعا، والعليه بقت اول كنيسه وبقى عشاء رباني. كل ده لانه في هديه عاوزه تتقدم. استياقات الله الى اعمال حب. احنا قلنا ربنا مشتاق لكلام حب، لمشاعر حب، لهدايا حب، لوقت حب. ربنا مشتاق لأكشنز اوف لاف، اكتس اوف لاف، حاجات تثبت انك بتحبه، حاجات تثبت انك بتحبه. ودي موضوع مهم، لان ممكن تقول له بحبك قوي يا رب وبعدين ما تعملش حاجه، فتبقى بتوجع، مش بقى بتفرح، دي توجع بقى. لما تبقى بتقول كلام بس وبتيجي عند الشغل ما تعملش حاجة، دي على فكرة مرة مش حلوة بقى، دي أصعب على الإنسان وأصعب طبعا على ربنا. ففي رؤية 2 مثلا، واحد من الملائكة دول، من الأساقفة دول، قال له أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك، وأعمالك الأخيرة أكتر من الأولى. يعني الراجل ده ظهر واخد تدريب أنه دايما كل سنة أو كل فترة يزود في عمله، يزود في قانونه مثلا. فيقول له انا واخد بالي ان صلواتك اكتر من زمان، واخد بالي صيامك اعلى من زمان، واخد بالي ان تعبك اكتر مع انك بتكبر، بس انا واخد بالي، واخد بالي، لان انا بيفرق معايا الاعمال، ولما تزيد اخد بالي. اعمالك الاخيرة اكثر من الاولى. طب كم واحد فينا هيتقال عليه كده، اعمالك الاخيرة اكتر من الاولى؟ يقول ربنا أنا آتي سريعا وأجرتي معي. خلي بالكم الآية دي كان مقصود بيها أكتر الأجرة الصالحة، يعني مش العقاب الأبدي، لا، يعني جاي فرحان عشان يوزع بقى الأجرة، لأجازي كل واحد كما يكون عمله. أنت تعبت كتير قوي، خد كل ده. فربنا فرحان وهو جاي، اشتياقات الله أن يكافئ من تعب من أجله. بس هيدور، أنت تعبت ولا ما تعبتش؟ فين التعب اللي تعبته؟ فين الشغل اللي عملته؟ فبيبقى عاوزك تشتغل عشان تكسب، مش عشان هو. صدقوني ربنا مش مستني مننا ولا حاجة ولا تعب، إنما بيقول أعطوني لأشرب عشان تكسب في الآخر أجر سماوي ضخم. بيقول من أجلك احتملت العار، غطى الخجل وجهي. المسيح لو المجد تنطبق عليه وعلى أي شهيد وقديس، لما الواحد يتألم من أجل المسيح، يا عند ربنا دي كبيرة قوي. لما واحد ياخد له قلمين كده من أجل المسيح، ولا كلمتين في عظمه، طوباكم إذا طردوكم وعيروكم من أجلي، أجركم عظيم في السماء. ليه؟ مش أنتوا بتتعبوا عشاني؟ تتهانوا عشاني ودي قليلة دي؟ طب شتيمة يعني؟ لا، بدل عشان خاطري دي كبيرة قوي عندي. يبقى ربنا بيشتاق إلى جو كله حب. احنا حياتنا ناشفه، مع انه ممكن نخلي كل يوم مليان حب. بمعنى ايه؟ هتقولوا مش دايما القلب بيسعف، يعني ساعات المشاعر تبقى برد. طب والاعمال؟ طب والكلام؟ طب والوقت؟ يعني اذا خزلك شعور، يعني عاوز تقدم لربنا حب بس قلبك مش مساعدك، بيحصل كده في وقت انك مش عارف تنفعل، مش عارف تتوب بصدق من جوه. طب ماذا عن وقت الحب؟ ماذا عن أعمال الحب؟ ماذا عن كلام الحب؟ ماذا عن كأس الماء البارد؟ ما تخلوا الحكاية كلها قصة حب. الإنجيل ده، مرة واحد فيلسوف قال كده، قال ده أحلى قصة حب في تاريخ البشرية، قصة رومانسية جدا، بس البطل ربنا. البني آدم هو الدراما اللي في القصة، هو المأساة اللي في القصة، إنما ربنا
حب على طول الخط من أول صفحة لآخر صفحة. طب ما تخلي عمرك كمان قصة حب، تتمتع بعمرك وتتمتع بالأبدية لما يبقى كل يوم عبارة عن يوم حب، مشروع حب. هتقدمه في صلاة، هتقدمه في كلام في قلبك، هتقدمه في تعب، هتقدمه في كوباية مية لواحد غلبان، هتقدمه في دعوة حلوة، هتقدمه في شعور بس مكتوم محدش شايفه بس ربنا حاسه. كل ده حلو عند ربنا. طبعا انت لو عشت كل يوم من ايامك في جو حب، تلاقي الحياة فرقت تماما وبقى طعمها حلو قوي. وفي نفس الوقت طبعا انت داخل على السما هتف برضه، لانك انت مشيت في التراك المظبوط، لان الله محبة ومستني محبة، مش مستني اكتر من كده. قد غفرت خطاياها الكثيرة لانها احبت كثيرا. ربنا اكتر حاجة يقيسها طول الوقت الحب. يعني اذا كان حاجة بتتقاس في الانسان طول الوقت 24 ساعة في 60 دقيقة، هي كم تحبني او اتحبني يا فلان، اكسبرس بقى وريني. ده طول الوقت السؤال ده زي العداد كده بيعد عليك، تحبني ولا لا، طول الوقت. والحب ده بقى بيبان في كل كلمة طالعة، في كل نظرة، في كل تعبير، في كل دقيقة. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، آمين.